حطات ايدها على راسي وضحكات لي واحد الابتسامة حزينة. ما استحملتش نشوف الشفقة في عينيها ودورت وجهي، بغات تهضر معايا وتصبرني. حبستها وقلت ليها ما بغيت نسمع والو. ما عرفتش علاش كنت كنتصرف معاها بجفاء، ما بكيتش وما نطقت بكلمة. صدمتي كانت أقوى من أنني نبكي أو نعبر عليها بالكلام. سفيان كان كل شي بالنسبة لي، كان الحبيب والصديق والأخ والأب، كان الهواء اللي كنت نفسه، كان السند ديالي في الحياة. كيفاش يقدر يسمح فيا ويغدرني مع أختي؟ يعني كل كلامه ليا كان كذوب، يعني النية والبراءة ما بقاتش تصلح في هذا الزمان، يعني الأخلاق والشرف ما بقى ليهم معنى. بزاف د الأفكار كانت كدور ليا في الراس، أفكار غريبة مخلطة مع أحاسيس بشعة. كرهت راسي وكرهت شخصيتي المسالمة وطيبوبتي الزائدة، كرهت حتى عفتي وطهارتي. سرحت بعيني بعيد وخليت ماما غير كتشوف. وجا الطبيب كنسمعو كيهضر معاها وقال ليها جاتني صدمة عصبية من شي خبر تلقيته، وخبرها أن حالتي مستقرة ونقدر نخرج دابا. مشى الطبيب وعاوناتني ماما نلبس حوايجي ومشينا للدار في تاكسي. دخلنا وما لقيتش بابا، واخا كانت 7 د العشية. في هاد الوقت ديما كيكون في الدار، ورغم ذلك مديت ما جبت، كنت مشغولة غاب همي. جلست شي 3 أيام في الدار ما جايبة الدنيا خبار، مصدومة وما قادراش نستوعب كيفاش حبيب عمري اغدرني مع اختي التوأم. علاش مشى وخلاني؟ علاش اختارها هي؟ فضلها عليا حيت هي قافزة وكتعرف القوالب، حيت كدير ما بغات وكتلبس المعرض، حيت كتصاحب مع هذا وتعاود مع هذاك، حيت ما حافظاتش على شرفها وكتمشي للبيران. وبلا شعور نط البلاكار ديالها اللي كان باقي فيه حويجها، مست فيه كيف ما خلاتهم، وجبت لبسة حمراء عبارة عن فستان قصير ومقزب وكيعري كتر ما كيستر. لبستها وتقابلت مع المراية، كان بان مثيرة وساحرة. اطلقت شعري وعملت بوكلي وطليت وجهي بالماكياج وخرجت. كنت سلت الكولوار، كانت 9 د الليل والدنيا مظلمة، كل شي ناعس. حليت الباب ديال برا وعاود سديتو على مهل، شديت تاكسي وقلت له وصلني للديسكو فين كانت كتمشي اختي. وصلني مول التاكسي ونزلت، وبانت ليا بلاكة كبيرة ومضوية كاتبين فيها بار ديسكو مالها ليل. قربت من الباب ومع الدخلة كتضربني ريحة الكارو وأصوات الموسيقى الصاخبة. اترددت اللحظة ولكن سرعان ما كملت طريقي ونزلت في الدروج بخطوات متسارعة. لقيت راسي وسط قاعة واسعة ومظلمة، كيبانوا لي الدراري والبنات كيشطحوا وكيضحكوا ويغنيوا بطريقة جنونية ما مسوقين لحتى حاجة. وداتني رجلي لحلبة الرقص، وحتى أنا أطلقت راسي وبديت كنقلدهم وكنرقص بحالهم، وكنت مايل على أنغام الموسيقى وكنشير بإيدي من هنا ومن هنا وكننقز بحال شي هبيلة، وفي نفس الوقت كنردد مع الأغنية بصوت عالي بحال لا كنخرج كل همومي وآلامي. انتي باغية واحد، أبقيت مدة طويلة وأنا هكا كنغني وكنرقص وكنبكي ونضحك. كنت مغمضة عينيا وما هزاها من الحد. الله على شعور شحال زوين، حسيت بالحرية والانطلاق. اتحررت من عقدي وتجاهلت نداء ضميري، نسيت راسي وعشت في الدور حتى كنحس بشي حاجة تحطات على كتفي. حليت عيني كنلقى رجل وسيم وجذاب كيشوف فيا وكيبتسم، وعينيه في عينية. كان وجهه شاحب نوعا ما، عينيه دابلين وخا هكاك زويني وعنده حفيرات دزين
مخبين تحت لحيته العشوائية. ابتسمت ليه، ما بغيتش نبين راسي معقدة، وقلت ماشي مشكل، ياك غير الكتف نصبر، غير تسالي الأغنية ونبعد عليه. ولكن قبل ما تسالي الأغنية حسيت بإيديه كينزلوا حتى وقفوا عند الخصر ديالي. هنا ما عجبنيش الحال، حطيت إيدي على إيديه وبغيت نحيدهم عليا، ولكن الشخص زاد زيرني وقربني لعنده وكيشوف عيني بحزن. ما عرفتش شنو اللي خلاني نستسلم ليه، وسالات الأغنية ومشيت معاه ببساطة. قربنا من واحد الطبلة وجلسنا على الفوتيل، جلسنا متقاربين، وبدا كيحكي ليا بصوت مخنوق قصة حياته. كيعاود ليا على مراته اللي خانته مع صاحبه، وعلى ولدهم اللي من بعد ما دار له التحاليل صدق ماشي ولدي، كان في حالة يرثى لها. شد الكاس في يده، وطول ما هو كيعاود ما حبش من الشراب، ودموعه هابطين على وجهه، ومرة مرة كيضرب يده على صدره. فعلا كيف ما كيقولوا، اللي شاف مصايب غيره كتهون عليه مصيبته. حالته قطعات لي قلبي وبقى فيا بزاف بزاف، عنقته بقوة وزيرته لعندي وحاولت نخفف عليه. بعد ما برد شوية ناضو جارني من ايدي في اتجاه الدروج، خرجنا من تما وركبنا في طوموبيلته وكسيرة بالجهد. انا كنت بحال الروبو، كنت بعوب بلا وعي، حتى كان القى راسي معاه في شقة مفروشة. عاد ضربتني الفيقة وبدا قلبي كيضرب من الخوف. طلعت فيه عيني وبان ليا في حالة غير طبيعية، اكيد الشراب عطى المفعول ديالي. كانوا عيني حمر وخارجين كيقرب مني، ونظراته كلها شهوة ورغبة. بغيت نهرب وهو يحاوطني بدراعه، احكمني بكل قوة، ورفعت رجلي وضربته للحجر ديالي بكل ما في جهدي. افقد السيطرة على راسه وتنطرت منه في ساعة، ومشيت كنطير الكوزينة، هزيت جنوي وإيديا كيرتعشوا. قلت له أنا كان الهدس، إلا قصي فيا شعرة والله حتى نقتلك. ما تسوقش الهدرة ديالي، وقرب لعندي وعيني كيتوعدوني بالشر. حاول يحيد لي الجنوي، شديت معاه راسي ما بغيتش نطلقه. واحد اللحظة طحت في الأرض، وبلا ما نحس ضربته في فخده وبدا كيسيل له الدم. ما عرفتش كيفاش درت ليها، الضربة كانت عميقة وقوية، وبالخلعة زدت ورقت وزيرت على الجنوي حتى خارت القوى ديالي وطاح في الأرض. عاد عقت براسي شنو درت ورميت السلاح، خليته مليوح في الأرض غارق في دماياته، ومشيت حليت الباب ونفدت بجلدي. نزلت كنجري في الدروج، كندور مورايا وأنا مرعوبة. لحسن الحظ لقيت تاكسي في باب البناية، ركبت ووصلني لدارنا اللي كانوا ناعسين وما حسوش بالغياب ديالي. دخلت البيت، دوشت ولبست بيجامتي وغرقت في نوم عميق. دوزت شي سيمانة وأنا كنقفقف، ونسيت كاع مشاكلي وهمومي، وليت كنطلب من الله غير نتفك من هذا المصيبة. وفاتت سيمانة وشهر وشهرين، وتشغلت بمرض بابا وبديت كنسى. كان يحسب ليا تهنيت منه بصفة نهائية، ولكن كنت غالطة، ها هو رجع بعد طول غياب. كان هو نفس الشخص، طبعا خليل هو نفسه اللي ضربته بالموس وخليته كينزف وهربت. انا حمارة وما كنفهمش، كيحسب لي اختاروني في هاد الوظيفة من بين 200 وحدة غير هكاك. ساعة باينة كان كيقلب عليا، وجاتو الفرصة حتى لعندو، حيت صيفطت ليه السيفي والتصاور ديالي. ما عرفتش شنو مخبي ليا ليام، وشنو هو المصير ديالي. اكيد بغي يعذبني ويدلني، اكيد بغي يحطمني ويدمرني كتار ما انا مدمرة. نرجعوا للحاضر، سيطر عليا الخوف والرعب، وغرقت في افكاري السوداوية.
بقيت هضرتو وتهديداتو كتعاود في بالي. الله يا ربي اش غدا ندير؟ اكيد غيكون شي حل، ما غنقدرش نستسلم ليه ونخليه يدير ما بغى. تفكرت واحد صاحبتي عندها ماستر في العقود والعقار، وقلت هي اللي غتفكني من هاد المشكل. هزيت التليفون وكنعيط ليها باش نسولها، وهو يدخل عليا الويل لك حل، جايب معاه الفطور. ما حملتش مازال نشوف فيه، مشيت ودخلت للتواليت ووقفت متكي على الباب. شويه كنسمعو كيدق عليا، ما بغيتش نحل، وبدا كيهددني بالله غيهرس الباب الا ما حليتوش. عرفتو ما كيضحكش، وخرجت وانا مغوبشه وما كنشوفش فيه. شدني من دراعي وجرني للطبله اللي كان محطوط عليها الفطور، عصبني وحسسني بحال راني في شي معتقل ومتهمه بجريمه خطيره. رفعت راسي في السما وقلبت وجهي زعما كنقول له ما غنجلش، وهو يصرفقني وقال جلسي يا الحتاله. حطيت ايدي على خدي وقطعت الحس، جلسني على الفوتوي وجلس حدايا. بدا كيقرب مني، حسيت بانفاسه وشميت ريحته، جاني احساس بالرهبه والخوف. انتفضت في بلاستي، الشي اللي خلاه ينوض من حدايا وقال دابا غير بغيت نعرف علاش كتمثلي. ما هدرتش وما شفتش فيه، اعطيتها غير اللبكه. وهو يقول المهم هالفطور، لا تموتي ليا بالجوع ونحصل فيك، انا خارج دابا. وي خلي تليفونك محلول. ما جاوبتوش، اكتفيت انني ندعي عليه في سري. سير بلا رجعي ان شاء الله. خرج وسد الباب موراه، وانا بديت كناكل بحال ما عمري شفت الماكله. عاد تفكرت انني من الفطور د البارح ما كليت، ما بقيت عقلت لا على الهم ولا على الالم. طحت عميه في هذاك الفطور، ساليت عاد رجعت فيا الروح، وحسيت براسي بنادم. الجوع كان داير فيا حاله، جلست كندور في عينيا في هذاك المكان، ما لقيت ما ندير في هذا البيت. فكرت نهرب، ولكن الهضره ديالو سرات معايا. وقفت وبديت كنمشي ونجي في البيت، كنحاول نفكر في شي حل. وتفكرت دارنا وهزيت تليفوني وعيطت ليهم، لقيتهم مشطوني. طمنتهم عليا وخبرتهم باللي كل شي مزيان والخدمه مزيانه. كانوا مازالين باغين يهضروا معايا، ولكن انا قطعت في ساع. على شويه كنت غدا نبكي، عييت من التمثيل. وعاودت اتصلت بصاحبتي وسولتها على هذا المشكل ديال التوقيع. اكدت لي الهضره دخالي، الا ما احترمتش العقد خاصني نخلص التعويضات، او لا القضيه فيها من عام لعامين ديال الحبس. كملات عليا وقضات على اخر امل عندي. صافي شديت الارض واستسلمت، وقررت انني نساير هاد المريض حتى نشوف شي حل. جبت حوايجي من الباليزه وصايبتهم في البلاكار، وقديت اموري في البيت، وجلست كنتفرج في التلفازه حتى وصلت 8 ديال الليل. صونا تليفوني وجاوبت بلا ما نشوف شكون، قلت الو. كان هو قال لي وبصوت بارد نزلي تعشاي. قبل ما نعترض كان قطع التليفون، ما كان فيا ما يخرج من الغرفه، ولكن كنت مضطره انني نمشي وامري لله. سروال ديال التشين وتريكو صوفي في الاحمر، وطليت وجهي بالماكياج، كنحاول ندرق اثار الضرب ديالو، ودرت صباط حتى هو في الحمر ونزلت. ومع الهبطه في الدروج كيبان لي داك المرض جالس على الفوتوي في الاستقبال كيتسناني. تلاقات عينينا وكان كيشوف فيا بنظرات غريبه، بغى ياكلني بعينيه. اتوترت وحضرت راسي في الارض، ناض من بلاصتو وجرني من دراعي برفق، ودخلنا للريستو. كان المطعم جد فاخر، والجو رومانسي وشاعري، ضوء خافت وموسيقى كلاسيكية. جلسنا وجابوا لنا العشاء، ومورا ما تعشينا في جو مشحون غالب عليه صمت مميت،
بغيت نوض نمشي وهو يشدني من ايدي، قال لي وهو كيف تارسني بنظراته الجريئة، فين هذا دابا؟ عاد غتبدا السهرة. رجعت جلست بصمت، شير بإيديه السرباي وجاب لينا جوج كيسان وقرعة شراب، خوالينا في الكيسان ومشى. أنا هنا تلفت، صافي ما بقيت عرفت ما ندير، صدمت من الوقاحة ديالو. هذا ماله؟ واش حاسبني بنت الزنقة؟ قال خليل هو كيبتسم بسخرية، هانتي لا تقولي ما تغليتش فيك، جبت ليك من داك الشي رفيع. وكيضحك بالجهد، استفزني بالهضرة ديالو وزادها بديك الضحكة. صافي ما بقيتش كنتحكم في راسي، نط وخويت عليه داك الكاس ومشيت كنجري. طلعت البيت وسديت الباب ووقفت مسند عليه. ما فاتتش ثلاثة ديال الدقائق حتى كان جاء مورايا كيدق في الباب وبعنف. مشيت جلست على الفوتي، كان برد في ضفاري، ما ديتهاش فيه وما حليتش عليه، خليته كيهدد وكيتوعد. ما كانش هامني اصلا شنو غيدير ليا اكتر من هاد الشي اللي دار فيا. بقى شي نص ساعه وهو يمشي باين عيا مسكين، رغم الالم اللي كنت فيه ما نكرش انني حسيت بلذة الانتصار. واخيرا رديت ليه واحد شويه من الذل والعذاب اللي كيعيشني فيه. الله خرجت فيك، تستاهل يا سيادة المدير المحترم، وهذه غير البداية، ما شفتي مني والو. نط بنشاط وعزيمة وبدلت عليا ولبست بيجامت، قديت المنبه على 6 ديال الصباح وغرقت في نوم عميق. فقت الصباح على صوت المنبه كنقلب عليه باش نطفيه ونرجع نكمل نعاسي، ولكن سرعان ما تفكرت فين أنا وقفزت بالخلعة. جيت واقفة حسيت بالحجرة، كان الضو باقي ما طلع، ما كرهتش نرجع نعس. تفكرت دارنا والتبراع اللي كنت فيه، ايش داني لشي خدمة؟ شكون دعا عليا؟ جاهدت نفسي ودخلت دوشت وتوضيت، صليت هو الاول ولبست صاية واصلة حتى للركبة في الجرونة مع بوضي حتى هو في الجرونة. ما جيت فين نكمل حتى كنسمع تليفوني كيصوني، وشكون من غير هذاك الحقير؟ قال لك هبطيت فطري. هبطت في الدروج وانا كنلعنو في سري. مشيت ديري كتل الريستو ولقيتو جالس كيفطر وباينة فيه معصب، عقد حجبانه وما طلعش فيا عينه، حتى انا ما ديتهاش فيه. جلست كنفطر وما مسوقاش، حتى السلام ما قلتهاش ليه. تالينا فطورنا في جو يسوده الصمت، وناد باش نمشيو وتبعتو بهدوء. ركبنا في طوموبيلته، الطريق كلها وحنا ساكتين. انا كنت حاطه راسي على الزاج النافذه وكنراقب دوك اللي دايزين. سبحان الله، واخا كانت باقه ما وصلت 8، الطريق عامره، تقول الناس كلها فايقه. كيبان لي كل شي ضاحك وفرحان، كل شي ناشط وعايش حياته عادي، إلا أنا طحت في هذا الويل، ما عرفت شكون سلطوا عليا. ما قدرتش مازال نحبس دموعي اللي كانوا محجرين في عينيني، خليتهم ينزلوا. وطبعا شافني الحقير ولاح عليا كلينكس وبلا ما يهضرني هناني بعده، وما بقيتش سمعت صوته. وصلنا للشركة وهاد المرة كانت الأجواء مختلفة على المرة السابقة، الرواج والحركة، الموظفين كيلتحقوا بالعمل، كاين اللي جاي في تاكسي وكاين اللي عنده طوموبيلته. نزلنا من الطوموبيل وطلعنا في المصعد بلا ما نهضروا، اللي دزنا من حداه كيقدم ليه تحية صباحية. سبحان مغير الأحوال، اللي شافه يقول ملاك نازل من السماء، كيضحك مع الصغير والكبير وكل شي كيحترمه. وصلنا للبيرو ديالو ودخلنا وبدا كيشرح ليا الخدمة ديالي والمهام اللي غدا نكون مكلفة بها قبل ما نخرج، باش يوريني فين غدا نخدم. كان البيرو ديالي لاصق معاه ولكن في غرفة مستقلة، ارتاحيت واحد شوية، ما غنبقاش مقابلة وجهه 24 ساعة على 24. بعد ما وراني فين نخدم مشى درك زلافته، عاد تنفست الصعداء
وبديت نتأمل واستكشف المكان. أعجبني بزاف وارتحيت فيه. كانت غرفة نظيفة فيها مكتب واسع وكمبيوتر في جهة والفوتي والتلفازة في الجهة الأخرى، وفي القنت كاينة نافذة كبيرة. مشيت وقفت حداها كنطل على الباب الرئيسي ديال الشركة. واو على منظر كيحمق. مع كنا في الطابق الثامن نسيت راسي وقفت كنتأمل في الموظفين داخلين بالزربة للشركة، حتى كنسمع صوت شي حد كيدق في الباب. قلت دخل. تحل الباب ودخل واحد الشاب يكون في نهاية العشرينات كيحمق بالزين، عينيه خضر وشعره كحل، اللحية متراسية والطولة والعضلات. ما عرفتش علاش فكرني بسفيان خطيبي، وزيدها كيضحك ليا نفس الضحكة. قلبي ما نكذبش عليكم، اتزعت فيه وبادلت الابتسامة. قال بونجور مادموزيل فيدا ومد ليا يديه يسلم، وحتى انا بلا عجز عليا مديت له يدي وكنشوف فيه وكنضحك. قلت بونجور مسيو. قال سليم، سليم الصافي. قلت له متشرفين مسيو سليم. دار واحد الابتسامة ساحرة وقال، قال بابتسامة ساحرة مرحبا بيك معنا. قلت له ربي يخليك، وجلس على الفوتي وحط شي ملفات على الطابلة جابهم معاه. المهم انا جبت ليك هاد الملفات فيهم افكار على شي منتوجات جديدة باغين نصنعوهم، وبصيفتك المستشارة ديال السي خالين انتي اللي غادا تكلفي بالدراسة ديالهم قبل ما نشرعوا في التنفيذ. جلست وهز دوك الملفات كنقرا فيهم وقلت واخا نقرا ونشوف. وهو يقول غتلقاي كاع المعلومات اللي غادا تهمك، وإلا احتاجيتي شي حاجه انا هنا. قلت له له لا يخطيك. وسمعنا الدقان في الباب، كان السرباي جايب لنا قهوه كحله غير من ريحتها كتشهي. الله جات في وقتها، حطها لينا ومشى سد الباب مورا، وجلسنا انا وسليم كنشربوا القهوه وكنضحكوا. الصراحه الجلسه معاه ريحتني بزاف، نساتني في قاع همومي. كان انسان رائع ضحوكي ومريح للقلب. واحد اللحظه كنت كنضحك من قلبي، ودخل علينا هذاك الحيوان بلا ما يدق الباب. شافنا في هذاك الوضع وهو يجهل وقال سي سليم كاين ما نقضيو؟ قال له سليم لا والو، غير كنت كنشرح الآنسة فيدا الخدمة اللي خاصها تدير. قال له خليل ودابا ساليت ياك؟ سليم تبدل اللون دوجهه، ناض بلا ما يهضر، خرج وسد الباب موراه وهو ينزل عليا بالهضرة. قال صافي ما قدرتيش تصبري حتى نهار، في ساعة دبرتي على ضحية جديدة. عصبني ما بقيتش قادرة نصبر. قلت له سد فمك وعرف اش كتخرج منه، ما نسمحش ليك تهضر معايا بهذه الطريقه. خليل قال لي شكون انتي باش تسمحي ليا ولا ما تسمحي لياش. قرب لعندي وشدني من عنقي ولصقني مع الحيط حتى كان غيخنقني، وتنطرت منه وبعدت عليه. قلت له ما تعاودش تحط ايدك عليا. وهو يقول انا اصلا ما نرضاش نحط ايدي على وحده بحالك. دازو عليها أشكال وألوان، أعطيته واحد التصرفيقة تلفاتو على القبلة. أبقى مصدوم واحد المدة قبل ما يقرب مني وشدني من شعري وعينيه كينطقو بالشر. كون ما سمعنا الدقان في الباب كان يقتلني ما فيهاش. كانت سكرتيرة كتبلغو بميعاد الاجتماع، ومشينا حضرنا لذاك الاجتماع. صراحة هاد الخدمة عجباتني بزاف رغم هاد الظروف المكفصة، وخا ما غنتخلصش على مجهودي، ولكن كنت فرحانة بها حيت وأخيرا جاتني فرصة في نختبر معلوماتي اللي اكتسبتها في لافاك. وفي ساعة تأقلمت معاهم وبديت كنهضر ونشرح ليهم وجهات نظري. كل شي اللي تما كانوا معجبين بالأفكار ديالي بل ومبهورين بها، من غير ذاك المجرم طبعا، حتى سليم كان معانا. وفي ما نقول شي فكرة كيأيدني الشيء اللي زاد من ثقتي في نفسي. وسال الاجتماع
ومشيت للبيرو ديالي وجلست كنقرا في دوك الملفات اللي كان جاب ليا سليم. داك الشي عجبني وبديت كنكتب في الملاحظات، هادي خاصها تبدل، هادي زوينه، هادي معجباتنيش. انسجمت في الاجواء ونسيت الوقت، حتى وقفات عليا واحد البنت ايه في الجمال، كانت حتى هي حاضره في الاجتماع. تخلعت ونقزت من بلاصتي وهي تقول باردون، والله حتى دقيت الباب شحال من مره وما سمعتينيش. قلت ليها هاني يا اختي ماشي مشكل. ابتسمت وقالت انا سهى المسؤوله على قسم الحسابات. قلت ليها متشرفين سهى، انا فيدا المستشاره ديال الرئيس. قالت لي يا سهى مرحبا بك معنا فيدا. قلت ليها ربي يخليك. وهي تقول تغديتي؟ قلت ليها لا مازال. علاش شحال الوقت دابا؟ قالت راها الربعة، يلا نمشي ونتغداو حتى انا باقه بلا غدا. مشينا هبطنا للريستو ديال الشركه اللي كان في الطابق السفلي، تغدينا في جو كيسود الضحك. في ساعة انسجمت معاها، كانت في قمة التواضع، عودات ليا كل شي على حياتها. دارهم كاينين في مراكش، ماماها وجوج خوتها وباباها ميت، عندها 24 عام ومخطوبة. ما حسيتش بالوقت الصراحة، فوجت معاها سالينا وتبادلنا الأرقام ديال الهواتف. هي مشات في حالها وأنا طلعت نقلب على السخالين. طلعت وأنا في قمة النشاط ونفسيتي مبدلة. دخلت البيرو ديالي بابتسامة على وجهي وسرعان ما جمعتها. لقيت سي خليل واقف حتى الشرجر، غير شافني جا قرب ليا طلع ونزل فيا عينيه بكل غضب قبل ما ينطق فين كنتي يا المسخة. قلت له الله يعطيك مصيبة، وشدني من ايدي والواها ليا بقسوة. قلت اي كتوجعني. قال لي ما بغيتش المشاكل، تبقاي تسمعي الهضرة، تعاودي تخرجي من هذا البيرو بلا الاذن ديالي نمحيك من الوجود. حسيت بالحقرة والالم، ما قادراش نهضر غير كنبكي. قلت اطلق مني يا المرض. قال لي نتمنى هاد الشي ما يتكررش واطلق مني، وقال زيدي مورايا. تبعته بصمت وحاسه براسي مسلوبه الاراده، كل شي في ميت، لا الاحاسيس ولا الحواس. وصلنا للكراج وركبت معاه في طوموبيلته ومشينا. كان طالق واحد الاغنيه وكيردد معاها بحال شي حمق، عرفتو كيستفزني. حاولت نتمالك اعصابي وانتهاش فيه ودورت وجهي كنشوف في الطريق. وصلنا ونزلت من الطوموبيل، خليته باقي كيستاسيوني وطلعت البيت كنجري. دخلت وزدحت الباب والنار شاعله فيا. جلست شحال وانا كنبكي وكنشهق على ظهري العوج اللي طيحني في هذا الوحش. ودازت شي ساعه وانا كندب حظي، مره كنلوم راسي ومره كنلوم اختي ومره كنلوم خطيبي، حتى كنت غدا حماق ولعنت الشيطان ومسحت دموعي ودخلت للدوش وتوضيت وصليت وطلبت الله يفرج عليا ويفكني من هاد المشكل على خير. وخرجت للبالكون وجلست كنت أمل في السماء، كانت مضوية بالنجوم، الجو رومانسي وشاعري، ذكرني بالأيام الخوالي، أيام مع خطيبي وحبيبي. يا حسرة، كنا أنا وسفيان ديما كنت أمله في السماء والنجوم، كان حلمون خطو مستقبلنا فين غنسكنو وكيفاش غادي نفرشو دارنا، حتى من عدد الأولاد اللي غنولدو وسمياتهم كل شي فكرنا فيه. ولكن حتى حاجة ما تحققت، كل شي طار في رمشة عين. غرقت في همومي بحال ديما وهو يصوني تليفوني. قلت مع راسي ما يكون غير هداك المريض. ساعة لقيتها سوها كتسول فيا، مسكينة فيها الخير هاد البنت، شحال فرحاتني بهاد المكالمة. حسيت أنني ماشي بوحدي في هاد الدنيا. وقطعت معاها ولقيتو معيط ليا شي خمسة ديال المرات، شداتو لابوات فوكال. أوف يا ربي إيش هاد البلية،
ما فيا ما يسمع الهضرة، نطت ولبست عليا فيسه وجمعت شعري بعشوائية ونزلت. لقيتو جالس في الريستو، جلست أنا حامية راسي، حاولت ما أمكن نتفادى نظراته اللي كتوترني. تعشينا في صمت مميت كالعادة، وجابوا لينا الشراب بحال البارح. هاد المرة ما استغربتش، تعاملت مع الموقف بكل برود. مشيت وخليته جالس بوحده مع القرعة. تفو على سكيري، الله ينعلها سلعة. طلعت لبيتي وحيدت عليا الكسوة، وغسلت وجهي وسناني وطحت كومة. وصباح نهار جديد، فقت على صوت المنبه وبقيت مدة كنت كسل في بلاصتي. عاد نط وتوضيت وصليت ولبست عليا لبسة أنيقة وهبطت بالزربة للريستو. لقيته كيفطر، جلست بلا ما نهضر. فطرنا في صمت ومشينا للشركة. وقف الطوموبيل ونزلت منها بلا ما نتسناه. مشيت دخلت المصعد باش نطلع البيرو ديالي، وهي تبعني سوها في آخر لحظة قبل ما نسد الباب. كانت كتشوف فيا بنظرات غريبة ما مفهوماش، وكتبتسم ابتسامة خبيثة. قالت صباح الخير فيدا. قلت لها صباح النور. قالت كيف صبحتي؟ قلت لها الحمد لله. وانتي؟ قالت اه احنا نسيت ما سولتك. قلت لها شنو؟ وهي تقول واش دبرتي السكنة؟ ياك ما محتاجة نعاونك. واحد اللحظة تلفت ما عرفت ما نقول ليها، وانا نقول لا راه عندي في الديبان. قالت كتشوف فيا وكتضحك، وهي تقول واخا المهم الا احتاجيتيني هنا هنا. وصلت انا للطابق فين كاين البيرو ديالي، وهي كان خاصها تكمل للطابق الاخر. ودعتها ومشيت للبيرو ديالي. يلا كنت قاد في الجلسة ونتجبد مع راسي. ادخل عليا سيادة المريض، هز عرامد الملفات في ايديه وحطهم ليا فوق البيرو، وقال بنبرة جدية هادو وجديهم هاد النهار ضروري. ومشى خرج وزدح الباب. طلبت قهوة كحلة وجلست كنحاول نقرا ونركز، وفي نفس الوقت كنشرف قهوتي وكنستمتع بمذاقها العجيب. فجأة تحل الباب ودخل سليم. لقاني كنشرب القهوة ومستمتعة باللحظة، وبدا كيضحك عليا. قال بونجور فيدا. في سهوة مني قلت له بونجور سفيان. شاف فيا باستغراب وهو يقول شكون هاد سفيان؟ تزنقت. قلت له اه اسمح لي راه غير سميت شكليا يعني. عافاك ما ديش عليا. قال لي اوكي واخا لالا فيدا. كتشربي قهوة بوحدك محشومة شعلي؟ قلت له لا والله اسمح لي راه تسالت دابا. وهو يقول نسمح لك غير هكا؟ لا 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 اقبل. قلت وشنو بغيتي؟ قال عرضي عليا الغدا. قلت له في الريستو لتحت. واخا مرحبا. قال لا خاصك تخلصي عليا. قلت له واخا سيدي جاتك، ولكن نهار اخر. هذا النهار محال واش يقدني الوقت حتى باش نحك راسي. وكنشير ليه بايدي الملفات اللي محطوطين على البيرو. بقى كيشوف الملفات وكيقيسهم بايديه هو مصدوم. وقال او قع هاد الشي غتساليه اليوم؟ قلت له اه راه قال ليك محتاجينهم ضروري. هو يقول دوماج انا دابا عندي اجتماع مهم، اما كون عاونتك فيهم. قلت له بابتسامه ما تخافش عليا راني قاده بيهم. شاف الساعه وقال عرفتي شنو؟ اعطيني جوج سوايع وانا معك. انت غير بدا يخدمي اللي قديتي عليه، وانا غنسالي الاجتماع وغنجي عندك. قلت له اويلي لا علاش تبرزط راسك؟ قال لي الا لا شكون قال لك غنبرزط راسي؟ بالعكس رمقني بنظراته العجيبة، وهو كيبتسم ليا ابتسامة ساحرة. قلبت عليا المواجع ونزلت على دوك الملفات كنقرا فيهم وكنعزل هادي تصلح هادي ما تصلحش. كنت في قمة تركيزي وغارقة في الخدمة حتى كيدخل عليا السي المدير. وقف عليا قال خليل بصوت حاد فين وصلتي؟ قلت له بلا ما نطلع عيني فيه مازال شوية. حط ليا ملفات اخرين على البيرو وهو يقول المهم فاش تسالي شوفي معاك حتى هادو. قالها بكل بساطة. وصل حتى الباب وقف ودار عندي وقال هدرتي معايا؟ انا بقيت حادرة راسي وما جاوبتوش.
عرف راسو أجداه وطلق ضحكة شريرة وخرج ومشى. خلاني كان تقلع بلا ما نحس، هزيت دوك الملفات اللي زادني وضربتهم مع الباب ورجعت جلست على البيرو. كنحاول نتهدم وبلا فائدة، كنت شاعلة بالأعصاب. نط وقفت حدا الشرجم وأنا مخنوقة، ما قدرتش مازال نخدم ولا نركز في شي ملف. كان طول من الشرجم وكان دعي فيه، وهو يبان ليا خارج غادي لطوموبيلته ومركب معاه واحد البوغوصة ما سبق ليش شفتها. زدت تأزمت وكرهت راسي، هو عايش حياته وأنا منكدها عليا، الله يعطيه شي مصيبة. ما قدرتش مازال نحبس دموعي اللي نزلوا بحال الشلال، وبديت كنبكي ونشهق حتى تحطات شي ايد فوق من كتفي خلاتني نقز بالخلعة. درت نشوف شكون، وكان سليم بيشوف فيا بحنان، وترميت في حضنه وبديت كنبكي ونتنخس وهو كيمسح ليا على شعر. كنت محتاجة لصدره ولحنانه في هذه اللحظة. تفكرت دارنا بابا وماما، وتفكرت صفاء وسفيان والمشاكل اللي دازوا عليا في حياتي. صافي اتجمع عليا الجديد والقديم ودموعي ما بغاوش يحبسوا. السيد ما عرف باش تبلى مسكين، ما طلقت منه حتى فزقت له القميجه، وحسيت اني فرغت كل همومي عاد ارتاحت شويه. وتفكرت الخدمه وانا نبعد عليه، قلت له اسمح لي والله ما لخاطري. قال هاني يا فيدا، واش صافا بعدا؟ قلت الحمد لله دابا احسن، ولكن عافاك سير دير الخدمه ديالك بلا ما نزيد نبرصك. قال لي يا بنظرات عتاب، حشومه عليك تقولي هاد الهضره، انا رجيت باش نعاونك. قلت له ولكن، قاطعني وقال ما كاين ما ولكن، اصلا هادي راها خدمتي حتى انا. بعد ما قنعني نخليه يعاوني مشينا نزلنا بزوج للريستو لتحت نتغداو، عاد نطلعو نكملو الخدمه. كتبان لي سهى جالسه مع شي بنات، كانت كتفتارسنا بنظراتها بحالنا ما حاملناش. شيرت ليها بايدي باش تجي عندنا، وهي ما كانتش من العاكزات، جات وقفات علينا بعد التحيه والسلام وعرضت عليها تجلس معانا، وبقينا كنهضروا ونضحكوا بحال البارح. هاد البنت ضحوكيه ما يمكنش تجلس معاها وتبقى ساكت. اما سليم كان معصب وما حاملش راسه، ما هدرش معانا، ما عرفت ماله. سالينا ورجعنا للخدمه ديالنا، ودخلنا انا وسليم البيرو ديالي، طلبنا قهوه وبدينا كنقراو الملفات في جو جدي وما كيخلوش من المرح والضحك مره مره. ما سالينا حتى وصلت 6 د العشيه، كان نزل الظلام، كانت الشركه خاويه، بقينا غير هنايا حتى من داك المريض ما بانش وما اتصلش بيا. باين انسى راسو مع هذيك العوجه. تلفت وما عرفت ما ندير، وطلب مني سليم يوصلني، ولقيتها من الجنه والناس. مشيت معاه في طوموبيلته بعد ما عطيتو اسم لوطير فين كنكون. استغرب بزاف وقال لي انتي لاباس عليك على هاد الحساب، خليتو على نيتو مسكين، كون يعرف قصتي اتصدم. طريق كلها وحنا كنهضروا عاود ليا على دارهم، عنده جوج خواتات وبوهميات وهو اللي كيصرف عليهم. قال لك كان خاطب واحد البنت وفسخ حيت اكتشف باللي ما كيبغيهاش. ما حسيناش بالوقت حتى وصلنا، عيا فيا نتعشى معاه وما بغيتش، كنت عيانه وما فيا ما ياكل، باغا غير امتى نعس. وداكشي اللي درت، بعد ما ودعتو دخلت لوطين وطلعت ديريكت لبيتي، بدلت حوايجي وصليت لي عليا واتكيت في بلاصتي وغرقت في نوم عميق. كملت جوج سيمانات على نفس المنوال، حاولت نتأقلم مع الظروف وركزت كل تفكيري في الخدمة اللي بفضل مؤهلاتي وعزيمتي استطعت أنني نتفوق فيها. اللمسة ديالي في الشركة كانت واضحة وضوح الشمس، هذا الشيء فرحني بزاف. رغم أنني كارها هذه الظروف، إلا أنني كنت كنفرح كل ما شفت نظرات الإعجاب في عيون المسؤولين والزملاء اللي خدامين معانا.
وحتى من السي خليل ما قدرش من عراسو من أنه يشكر الخدمة ديالي شحال من مرة، وخلاص سليم كان هو المساند الرسمي ديالي ديما واقف حدايا ومدعمني. ما نكرش أن وجوده جنبي كيفرحني وكيحسسني بالأمان، وعلاقتي بالمدير ما بقيتش متوترة بزاف، ما بقيناش كانت دابز وليت كانت حاجة لا في الخدمة ولا في الوطن، وقدرت أنني نفرض عليه شوية الاحترام. كنت كندوز الوقت غارقة في ملفاتي، وكيجي عندي سليم كيشرب معايا قهوة وكنتناقشوا في المشاريع بحكم المنصب ديالو كمسؤول عن قسم التسويق، كان هو أقرب واحد ليا في الشركة. علاقتنا رجعت أقوى من قبل، طبعا كانت علاقة عادية كيسودها الود والاحترام، أما سوها كنحس بيها كتبعد مني نهار على نهار. ما فهمتش علاش، مع أنني ما درت ليها والو، وجا نهار السبت وفقت معطلة على غير العادة، بقيت كنتكسل في بلاستي وأنا فرحانة حيت هذا النهار ما كاين خدمة. الله شحال ما شبعت نعاس بحال هذا النهار، جلست شي ساعة وأنا كنتجبد وما قادراش نوض. رجع معايا العيا ديال سيمانة حتى سمعت الدقان في الباب، مشيت نحل وكانت المسؤولة عن خدمة الغرف جايبة لي الفطور وفي هذا الوقت. ولكن بمجرد ما شفت خليل واقف في الباب فهمت، حطات الفطور ومشات وسدات الباب. انا باقة واقفة في بلاستي وهو ما ادهاش فيا، مشى جلس على الفوتي كيفطر وقال لي اجي تفطري مرحبا بك. قلت له هو باظ ليك، شكون قال لك باغا نفطر معاك؟ قال لي نسيتي راسك وقيلة، انا المدير ديالك. قلت له ايوا سي المدير راك انت اللي نسيتي راسك، هذا النهار عطلة يعني من حقي ندوزو كيف بغيت ونخرج معاه من ما بغيت. انا كنهضر معاه وكنفكر في سليم اللي كنت واعدته نتغداو وندوزو النهار بزوج بينا، بحال كيقرا الافكار ديالي. وقف وقرب لعندي ولمس حنكي بايدو وقال بسخريه مسكينه باغيه تخرجي مع العاشق ديالك. بعدت عليه وقلت له ماشي سوقك انا حره وندير اللي بغيت. قال ايوا انا لا راكي غالطه، انتي ماشي حره، انا قلت لك من النهار الاول الخدمه ديالك ما غتكونش غير في الشركه. تزنكت وعقلي مشى بعيد، قلت له شنو كتقصد؟ قال لي هاد الليله غادي نحتاجك. اويلي هذا اش كيخربق، جاتني الدوخه وكنت غدا نطيح كل ما شدني بين دراعو. تقابلوا عينينا وهو كيضحك معايا ببراءه، لاول مره كيجيوني ملامح زوينين وضحكته ساحره. كان كيشوف فيا بنظرات مختلفه، نظرات سحرتني ووتراتني وتلفاتني، وحسيت بخطورة الموقف وتنطرت منه وتميت راجع اللور بخطوات متردة كنحاول نبعد منه، وهو تابعني حتى تبلوكيت بالحيط ونقض عليا ولصقني مع الحيط، ونظراته مركزهم على شفاهي اللي كانوا كيرجفوا. كنت باغي نهرب ولكن شي حاجة منعتني، إحساس غريب كينتابني لأول مرة في حياتي خلاني ننسى شكون هو ونستسلم لسحره. وغمضت عيني وبقيت كنتسنى غير فوقاش يبوسني، كنحس به كيقرب ليا وكنشم ريحة أنفاسه، باسني في جبهتي بلطف ونزلني فيه عضو بشوية قبل ما يحط فمو على فمي، وبدا كيلتاهم لساني وكيعض في شفاهي برغبة جارفة. وانا عاجبني الحال خليته يدير ما بغى، بل وتجاوبت معاه، زاد تجرأ عليا وهبط لعنقي كيبوس وكيمصفي، وفي نفس الوقت خدام كيتسارى بايدي وكيمررها على جسمي اللي كان شاعل بحال كتله لهيب وكيرجف من الرغبه. وصونا تليفونه وفقت من غفلتي، دفعته عليا وقفت مصدومه شحال وبديت كنبكي، كنبكي على حالتي، كنبكي على ضعفي تجاهه. كيفاش قدرت نستسلم ليه بهذه البساطة؟ أنا اللي ما عمر شي ولد المرأة
حتى يدو عليا، انا اللي كنت تضرب بيا المثال في الشرف والاخلاق. كيفاش قدرت بكل سهوله نستسلم ونتنازل على مبادئي ولما لهاد الحقير؟ شافني في ديك الحاله ما فهم والو ومشى خرج وسد الباب. ما حملتش راسي، كانت ريحته لاصقه فيا، باقا كنشم فيها وكنحس بايديه باقين كيتحسوا في جسدي. ودخلت ندوش، وقفت شي ساعه تحت الماء كنغسل ونعاود باش نحيد اثار لمساته وقبولاته، ولكن بدون فائده. وتوضيت وخرجت وصليت وطلبت من ربي يسامحني على هذا الذنب اللي درت، واتصلت بماما وهدرت معاها شويه ودوزات لي يا بابا حتى هو، ريحتني نوعا ما الهضره معاهم. قطعت معاهم وحاولت ننسى ونستمتع بوقتي. مشيت جلست نفطر، في نفس الوقت كنتفرج في التلفازه حتى كيوصلني ميساج من خالي، سيري شري شي غوب سواغي لهاد الليله، عندنا لقاء عمل مع شركاء اسبانيين ومحتاجك معايا. خبطت داك التليفون، اتعصبت، يعني انا حتى نهار العطله ماشي من حقي نستمتع به؟ وبزاف هاد الشي، انا ضروري غنهضر معاه وغنحاول نشوف شي حل. صافي خديت القرار ديالي ولبست عليا فستان طويل في البلو مع جاكيت جين، وضفرت شعري، خليت وجهي على طبيعته، ومشيت عنده وقفت حدا باب الغرفة ديالي. قبل ما ندق في الباب خرج شافني وابتسم باستهزاء، كان لابس فودي لاصق في الكحل محلول من صدر وسروال في المارون. ناري الرجولة كتقطر مني، زهيت فيه ونسيت راسي، ما عرفت شنو طرا فيا هاد النهار. ما غدا نفيق حتى كنسمعو كيهضر، غمزني وقال مالكي تنادم معاك الحال؟ قلت له بزاف عليك. درت وتنيت غدا في حالي، وهو يشدني من دراعي وقال فين غدا؟ يلا نمشي ونتقداو. تابعنا بزاف تمارا. قلت بعد مني، انا ما غاديه معاك فين. هو يتحول صوته لتهديد وقال زيدي معايا بخاطرك حسن ليك. قلت ما بغيتش، اطلق مني عديم الاحساس. وزاد زير على ايدي وكيلويها وقال انتي وقيلة ما كتفهميش بالهضرة. قلت اي اي اطلق مني كتوجعني. قال لي ايوا كوني كتسمعي الهضرة. قلت له واخا نمشي معاك للعشاء، ولكن غنمشي بوحدي نتقدى بليز. زاد تعصب وقال لي والله لكانت لي بغا تاخدي راحتك مع روميو ديالك، وزيدون انا بغيتك تمشي معايا تختاري لي شي لبسه. قلت له شنو هو؟ قال لي حيت ذوقك غزال كتعرفي تلبسي. قلت له في خاطري نشري لك الكفن ان شاء الله. وجرني من ايدي ومشى للدروج، عرفته مصر على رايه واضطريت نمشي معاه. تبعته بصمت وانا مخنزره، ومشينا لواحد المول كبير. اول حاجه درناها تقدينا ليه كوستيم لاكوست، مرضني على ما لقيناش شنو يناسبه. الحاجه اللي كيلبسها ما كتعجبوش، شحال فيه ديال التبعكيك. واخيرا اقتنع بواحد الكوستيم في القلب. موراها دخلنا المحل الخاص بلي غوب سواغي، داك الشي كلاس وواعر، وبدينا نعزلو ونختارو ليا شي غوب مناسب. وطبعا السيد كيتدخل في كل شي بحجه انه مديري، وحنا غادين للقاء العمل حاول يفرض عليا واحد الغوب في الحمر قصيره فوق الركبه ومحلوله شويه من الصدر ومشبكه من الظهر. اعيا فيا بالرغيب وبالتهديد، ما خلى ما دار معايا. وقلت ليه والله ما نلبسها، ومشيت جبت اكثر غوب عندهم تما محترمه، كانت طويله نوعا ما في الخضر وعندها الكمام. لبستها وجاتني واعره ومقاده وخلاص قعل الفورمه. شاف فيا شحال وهو ما راضيش على الاختيار ديالي، قال لي دابا هادي اللي عجباتك. قلت له على الاقل كتستر شويه. قال لي وهو مطلع حجبانه باستغراب، انا بعدا بغيت غير نفهم اشنو كيدور في راسك. قلت كيفاش اشنو كيدور في راسي؟ واش شفتيني حداك بنت الزنقه؟ بغيتيني نلبس داك العجب؟
بحلق فيا بعينيه بحال ما متيقنيش. قبل ما يطلق ضحكه استهزاء ومشى يخلص على ما نلبس عليا. سالينا ومشينا تغدينا في واحد الريستو غير تما في نفس المول. جلسنا لاول مره بحال اي جوج متفاهمين، كنضحكوا ونهضروا في التفاهات. مره مره كنحس به كيرمقني بنظراته وكيطول فيا الشوفه. ما عرفت علاش كنت مرتاحه معاه، نسيت كل شيء او لا تناسيت. عييت من الهموم، حتى انا من حقي نفرح ونعيش السعاده واخا مزيفه. وسالينا الغدا وطلبنا قهوه وبدينا كنهضروا على الخدمه. شرح لي المشروع اللي غنقترحوه على الشريك الاسباني واعطاني كاع المعلومات اللي تقدر تنفعني. ما حسيناش بالوقت حتى وصلت الخمسة د العشيه ومشينا للوطيل نرتاحوا شويه قبل ما نمشيو للاجتماع. وصلنا للوطيل وتفارقنا على اساس غنتلاقاو في الاستقبالات مع التسعود. ودخلت لبيتي وهزا الميكات في ايديا، ما قدرتش نقاوم النعاس وطحت بحوايجي فوق الناموسيه. فيقني غير التليفون كان كيسوني. جاوبت بلا ما نشوف شكون، قلت بهمس الو، وهو يغوت واش نعسه عارفه شحال الساعه دابا. كان بعد تليفوني على ودني دهشرني. قلت له شنو مالك؟ قال لي انا لا راه تابعنا الخدمه زعما او لا. قلت واخا انا ماجيه. شفت الساعه تخلعت، كانت التسعود قلق سمين. ناري قفرتها، قطعت عليه في ساعه ما خليتوش يجاوب ونط كنطير نوجد راسي. بعد ما خديت دوش سريع لبست الغوب اللي خديت قبيله، صايبت شعري وخليته موج من الجن، ولبست صنداله في الذهبي وهزيت ساك حتى هو في الذهبي. درت مكياج صارخ وعكرت بالحمر وقفت مواجهه مع المرايه. ما قدرتش نميز ملامحي، كان بان واحده اخرى. وفي هاد الاثناء ما عرفتش علاش جات في بالي اختي صفاء، يمكن حيت كتبغي تلبس المزير وكتكتر المكياج. في الصراحة جيت نسخة تبقى الأصل منها، كون تشوفني ماما محال واش تميزني عليها. آه يا زمن، علاش أختي غدرتيني وخنتيني؟ سرحت شوية بأفكاري قبل ما نستدرك الموقف ورشيت عليا البارفان ونزلت بالزربة كانت جارة في الدروج. لقيت واقف على أعصابه حدا الباب الرئيسي وهو مكشر. لمحني هابطة مع الدروج وملامح وجهه تبدلو، تغوبي شمشات والعينين تحلو. بدا كيطلع وينزل فيه نظراته كتفضح إعجابه وانبهاره. أنا بدوري كنفتارسه بعينيا. بصراحة ما قدرتش نمنع راسي من أنني نتغرم بيه على الأقل في هذا اللحظة. عرفت راسي ما كنحشمش، أنا أصلا ما فهمتش هذا التناقض في مشاعري. ولكن كون تشوفوه اتعذروني، كان لابس الكوستيم اللي شرا جام قيد وواعر، رد شعره اللون واللحية ديالو متراسية، كل شي فيه كيحمق حتى من عينيه اللي طالما كانوا كيخلعوني بالقسوة ديالهم. سحرني وقتلني بوسامته. نسينا راسنا وسهينا في بعضياتنا حتى صونا تليفون. عاد انتبهنا، حط ايدو على دراعي وتوجهنا لطوموبيلته بحال اي اثنين عاشقين. ركبنا في الطوموبيل وديمارة وشعل الراديو وغرقنا كل واحد في افكاره. كانت شتا خفيفة كتصب والجو رائع. بقيت كنطل من النافذة، ما كرهتش نبقى وغير غادين في الطريق. كان حماق على هاد المنظر. كنا انا وسفيان فوق ما صبات شتا كيدوز عليا بالطوموبيل، كنضربو دويرة وخصوصا بالليل. سرحت في أفكاري وذكرياتي حتى كنشوفو كيوقف الطوموبيل حدا أوطيل واعر. نزلنا ودخلنا ومشينا للاستقبالات. كيسول على الشريك واش وصل وقالوا ليه مازال. خداني للمطعم وهو حاط يدو على كتفي. ريحني هذا التصرف وحيد مني التوتر والخلعة. رحب بينا السرباي ودانا الأفضل طاولة عندهم. جلسنا وجا مقابل معايا، عينيه كانوا كيبريو وكيشوف فيا نظرات مختلفة
نظرات كتبعث في الجسد ديالي الحياة وكتحييه من جديد. ما عرفت شنو اللي خلاني نستسلم لسحره ونبادلو النظرات والابتسامة. كنت ساهية في عينيه، حتى وقف علينا شاب طويل وشعره أشقر وعينيه خضر. خليل غير شافه وقف سلم عليه ورحب بيه بحرارة باينة كيعرفو مزيان. مديت له إيدي ورفعها لعندو باسها، كيشوف فيا وكيردد عبارات الإعجاب بالإسبانية. دبت في حوايجي وتزنقت، شكرتوه بالإسبانية وحدرت عيني في الأرض وجلست تحت نظرات خليل الغاضبة. يا ربي السلامة، هذا في ساعة كيتقلب. عاد كان ضاحك الشاب الأزهر، اتزعط فيا وقيلة طول ما هو جالس ما بغاش يسكت، كيتغزل فيا وبجمال عيوني داير فيها شاعر زمانه. ديرون جاني الصراحة، ما كنتش جالسة على خاطري، خصوصا فاش كتجي عيني في عين خليل وكنشوف قداش هو معصب. كان عاقد حجبانه وشاعل بالأعصاب بحال شي قنبلة موقوتة وقابلة للانفجار في أي لحظة. لحسن الحظ جسر بال طلبنا العشاء، والإسباني تلاها عليا بالعشاء وهو تهدن شوي. تعشينا وسالينا وطلبنا قهوة وبدينا كنناقشوا الصفقة المقترحة من طرف الشركة تاعنا. تقريبا كنت غير أنا اللي كنهضر بحكم أنني كنتقن اللغة الإسبانية. خليل مرة مرة كيتدخل باش يأكد كلامي، ما عرفت واش حيت معصب أو لا ما كيعرفش اللغة. بعد ما استخدمت كل مهاراتي المكتسبة في كيفية إقناع الزبون وتسويق المنتوجات، قدرنا نربحو هاد الصفقة ووقعنا العقد. وأخيرا شفنا سنان السيد المتعجرف، ترسمت على وجهه ابتسامة عريضة، أكيد ما قدرش يخبي الفرحة ديالو. القضية فيها الملايين، أنا هنا زاد الغرور ديالي وحسيت بلذة الانتصار. وصلت 12 الليل وودعنا الشريك وجلسنا أنا وسي المدير الراس في الراس، كان كيشوف بإعجاب وامتنان. كاع الغرور والتكبر اللي فيه ما قدرش يمنع راسه من أنه يشكرني. قال فيدا عرفتي أش درتي هاد النهار؟ درت راسي ما فاهمة والو. قلت له أش نادت؟ قال خليتينا نربحو صفقة بالملايين. الصراحة ما كنتش متوقع ولو 1% أننا نوقعو العقد هاد النهار، حيت هاد الكليان صعيب تقنعو. قلت له هانية درت غير الواجب. أبقى كيشوف فيا بنظرات غريبة، لأول مرة كنشوفهم نظرات حنان وخجل وندم. وجبد من بسطام وشيك ومدو ليا، شديته من عنده وقريته. كان مكتوب باسمي فيه 2 مليون. أول حاجة فكرت فيها هما والدي، غرغروا عينيا بالبكاء من الفرحة. وفي ساعة حبستهم وسمعته كيهضر، قال هذا أقل ما كتستاهل. ابتسمت وقلت له شكرا ودرته في الساك في ساعة قبل ما يتندم معاه الحال. ما حيدش عينه عليا، كان كيتأملني وكيدقق في ملامحي بحال لا كيشوفني لأول مرة. أحشمت ودورت وجهي كنشوف في حلبة الرقص اللي كانت مكتظة بالشباب وهما كيستمتعوا كيرقصوا مع أغاني غربية. كنراقبهم وكنبتسم غير باش نتجنب نظراتهم. شوية بدلوا الأغنية وخدموا أغنية نانسي. ناري كان حماق على هاد الأغنية. ناد خليل من بلاصتو وقف ومد ليا إيدي وعينيه ضاحكي، وأنا طبعا مرفضش طلبه واتجهنا لحلبة الرقص وحاوطني بدراعه، حط إيديه على خصري وقربني لعنده، وأنا حطيت إيدي على كتافه ورميت راسي على صدره. كنسمع دقات قلبه المتسارعة كتراقص على أنغام الموسيقى. لو كان ده ذنب بتوب عني، لو كان نصيبي أعيش في جراح، أعيش في جراح. غلبتني مشاعري وبدأوا كينزلوا دموعي، ما عرفتش واش دموع الشوق لسفيان، حيت هاد الأغنية كنا كنسمعوها بزاف أنا وياه، أو لا يمكن دموع الحنين لدارنا، أو لا دموع الحسرة على واقعي. وشافني خليل
وشد وجهي بين إيديه كل حنان وقال لي: مالك يا فيدا؟ انطق اسمي بطريقة عذبة، حرك لي قلبي من بلاصتو وافتح لي كل جروحي. زدت فيه وطلقت العنان لدموعي وبديت كنت نخصص، حسيت بيه تأثر بزاف، يقدر يكون ندم على هاد الشي اللي كيديرو معايا ويكون قلبه حن. بدا كيمسح ليا في دموعي بكل حنان وكيقول: صافي عافاكي، ما تبكيش، ما نقدرش نشوف دموعك. اتصدمت وتخرست وتشليت، لا لا اكيد كان حلم، ايش هاد الحنان اللي طاح عليه. وقفت البكا وهزيت في عيني كنشوف فيه باستغراب، وهو كيبتسم ليا. حتى وقف علينا واحد الشاب يكون في اواخر 30، ملامحه زوينين وكان كيبتسم، حط يده على كتف خليل وقال: اهلا بسي روميو. دار خليل بسرعه البرق بابتسامه واسعه وقال: امير فينك صاحبي غابر؟ ابقاو كيتعانقوا مده قبل ما يدور عندي خليل، وشد لي في ايدي وبغي يعرفني عليه. سيد غير شافني ملامحه تبدلو، تقولو شاف شيطان. مديت له ايدي بكل ثقه وقلت له: بونسوار مسيو امير، معاك فيدا. فاش سمع سميتي زاد جعار، خرجوا عينيه وعروقه برزو، قال بدهشه: انتي؟ وشدني من ايدي، ما عرفت فين جارني. انا كندور لعند خليل كنستنجد بيه بعينيا وكنترجاه يفكني منه. ساعدك المصيبه، ما عرفت اش طرا فيه، ومنين جاب ديك القوه خرجني من لوطيل وجرني لطوموبيلتو كيحاول يركبني بقوه. لحسن الحظ خليل وصل علينا، خلصني من قبضتو ودفعني بعيد، وبدا كيضرب فيه بعنف، طيحو في الارض وكيركال فيه، ما بغاش يطلق منه حتى خفت يقتله. ونصدقو في شي فضيحه، مشيت عندو كنجرو لعندي بزاز، كان بكي وكان رغبو، وعاد باش اقتنع وطلقو، خليه غارق في دماياتو وقال: مالك صاحبي، واش مشاليك الفران؟ المرة الجاية عرف اش كدير، هادي راها موظفة عندي في الشركة وما نسمح لحتى شي واحد يهينها، واخا يكون اعز صحابي. امير قال: ما كانش في اخباري انك تخدم السلقوطات عندك في الشركة. خليل حتى كان مشى وهو يرجع ليه، ضربه بركلة قوية للظهر وقال له: سدك الفم ولا نهرسو ليك. قال ليه امير: هاديك راها بروفيسيونيل في الدعارة واكبر محتالة في البلاد وكيشوف فيا باحتقار. وقال له: الى ما تيقتينيش سير البيران في جيليز وسول على صوبي صفيدة. انا كنسمع في هاد الهضرة وليت كلي كنرجف وقلبي غيخرج من بلاصتو بقوة ما كيضرب. اما خليل باين تصدم وقف جامد في بلاصتو وما بقاش كيضرب فيه. ناض امير من الارض بصعوبة وخرج تليفونه ومدوه لخليل كيوريه شي حاجة، وفي نفس الوقت كيشوف فيا وكيهددني.